تلو بهذه الطريقه تصدق الفوز باللقب الافريقي لقب افريقيا ما عنده حتى معنى. ولو شوف في التقسيم سي فري ميزابار اوروبا لو نيفو عالي في لا كوب دي مون في 32 لافريك راهي تنافس في الامريك اللاتين مثلا هي اكثر من اسيا اكثر من عده قارات يعني ابري لا جو بونس ابري لوروب سي براتيكمون لافريك لامريك اللاتين ولكن مع هذاك ما خداش بعين الاعتبار ما نقولش تربح كوب دافريك وبس مدى تاثيرك تاع اون ديميتيف كان مؤثر نتكلموا على نجم كبير مؤثر في الفريق ديالو ولكن ما خداوش هذا بعين الاعتبار وبالتالي كي نولوا للسؤال راح تقول لي ما لعبش لافينال ولكن متوج يحسب له لقب هذه الطريقه اللقب يحسب له ثلاثيه هذا الموسم صح. مع مانشستر سيتي وين بقيه اللاعبين الافارقه ما راهوش بنفس المستوى اون تشامبيونز ليغ هذا الموسم هذا العام 2022 كاين 2022 23 نتكلموا لا كوب دي موند تلعبت في نوفمبر يعني في السيزون اكتويال يبقى اللي ينافس فيك الى لا كوب دي موند المنتخب المغربي عنده نجوم راحوا ليدرو فينال يعني هيستوريك يعني مؤثر جدا هل اليوم المنافس تاعو راح يكون من المنتخب المغربي؟ انا اقول صعب لانه اذا بقينا في المعيار تاع لا تشامبيونز ليغ تاع الكوب دي موند لا لا وي لا كوب دي موند مستوى عالي مستوى عالي نتكلم عن المنتخبات ولكن رانا في مستوى عالي ايضا في مسابقات الانديه وهي رابطه الابطال الاوروبيه محسوب له لقب يتحسب له لقب يعني نصف النهائي ولا مركز رابع في المونديال ماهوش لقب نتيجه رائعه جدا ولكن ليس لقب اليوم نتكلموا على لاعب البالون دور يحسبوا الالقاب الالقاب عندك لقب تاع تشامبيونز ليغ شامبيونا اي كوب ترو تيتر وراك مع المنتخب ديالك يعني راك متاهل لكوب دافريك دي ناسيون سي فري راح يكون بالمقابل ولاعب ولاعبين اللي داروا لكوب ديمون كما قلت انت بونو حارس بالك يخرج احسن حارس ولكن ماني شايف بول انستون يعني ربما كاين لاعب يقدر عنده هاد الارقام اللي تقدر تنافس رياض محرز على الاخر.